الآثار في مدينة الرقة لها أهمية كبيرة، كون هذه المحافظة تحتوي على مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية بدأ التنقيب فيها منذ زمن بعيد، وقد تكللت هذه الأعمال التنقيبية بنجاح باهر، حيث افتتح متحف الرقة في عام 1981، فامتلأت صالات العرض فيه بمجموعة هائلة من اللقى الأثرية المختلفة والمتنوعة التي تروي حياة هذه الشعوب التي كانت تعيش في هذه المدينة. بعد عام 2013، ونستطيع القول أنه منذ عام 2012 بدأ حراك في هذه المحافظة غير طبيعي، وأنا أسميها من عام 2012 إلى عام 2018 وهي فترة تحرير المدينة بالمرحلة السوداء، لأن الحقيقة ما جرى لهذه المحافظة ولهذه المدينة شيء مرعب ومحزن ومبكي حتى. فتعرضت الآثار بشكل خاص يعني للأسف الشديد تعرضت إلى هجمة سوداء، هذه الهجمة هجمة متوحشة، طالت المواقع الأثرية حيث تمت حفر المواقع الأثرية بشكل عشوائي ومنهجي، سرقت اللقى الأثرية الموجودة في مخازن البعثات الأثرية والموجودة المعروضة في متحف الرقة الوطني. في هذا المتحف تجاوز عدد القطع التي سرقت بحدود 7000 قطعة أثرية. كانت الآثار الحقيقة مصانة صيانة جيدة، وكان هناك اهتمام بالغ وكبير من قبل السلطات الأثرية بالمواقع الأثرية وبالمكتشفات الأثرية. كان هذا المتحف متحف الرقة رغم صغره لكنه كان من أجود المتاحف في سوريا، كونه يحتوي على مجموعة هائلة من القطع واللقع الأثرية المتنوعة التي تعود لفترات متباينة بدءا من فترة ما قبل التاريخ وحتى الفترة العربية الإسلامية. عندما دخلت هذه المجموعات المسلحة إلى مدينة الرقة عاثت فسادا في المواقع الأثرية. نحن يهمنا هنا الموقع الأثري، لم يكن هناك احترام للموقع الأثري، لم يكن هناك احترام للقطع الأثرية، لم يكن هناك احترام بشكل عام للواقع الفكري والثقافي في هذه المدينة. فالحقيقة دمرت كثير من المواقع الأثرية مثل تل صبي الأبيض، تل خويرة، تل حمامة ركمان إلى آخره، تل زيدان حتى هنا في المدينة بالقرب من المدينة. هذه المواقع دمرت وسرقت المواقع الأثرية الأخرى، وبدأ التنقيب السري الجائر الذي يعتمد على تنقيب غير منهجي غير علمي، فأساء كثيرا للمواقع الأثرية التي هي بالأصل يعني هذه المواقع الأثرية كان فيها بعثات أجنبية ووطنية، يعني في هناك وثائق مرتبطة تربط بين السلطات الأثرية في سوريا والبعثات الأثرية. بعد تحرير الرقة وانتهاء الحرب وجلاء القوات المجموعات المسلحة من هذه المدينة بدأت هناك حملة جيدة للاهتمام بالمواقع الأثرية وصيانة المواقع الأثرية، وأن لم يكن كما يجب، يعني ليس هو المطلوب، كان بالإمكان العمل أكثر، والآن حتى الآن يعني بالإمكان العمل أكثر وأكثر، لكن هناك بدأت أعمال لا بأس فيها مقبولة بترميم المواقع الأثرية، بالحفاظ على المواقع الأثرية من التعديات، من الحفريات، من السرقات، من السلب والنهب. لجنة الثقافة والآثار في المجلس المدني بدأت حملة واسعة بترميم المواقع الأثرية على الأقل داخل المدينة، فكان السور أول هذه المنشآت الأثرية التي تم الترميم فيها، لأنه هذا السور تعرض أيضا لتصدعات ولتدمير انهيارات في كثير من أجزائه، فقامت لجنة الآثار بترميم
بعض هذه الانهيارات والتصدعات من الداخل ومن الخارج بمادة الأجر ومادة اللبن. من المواقع المهمة أيضا جدا في هذه المدينة عدا سور المدينة هناك قصر البنات. هذا القصر الحقيقة كان يعني معتنى فيه عناية كبيرة قبل الأحداث في سوريا. بدأ الترميم فيه منذ عام 1975، الترميم والتنقيب بالتوازي وربما بشكل جيد، لكن أيضا أقول ليس هو المطلوب، يعني كان بالإمكان يكون الترميم أكثر من قبل المرممين والمشرفين سواء من آثريين أو من مهندسين مختصين في هذا المجال. رمم هذا السور، نقب ورمم، ويعني بدأ يظهر بحلة جيدة وجميلة، لكن عندما دخلت هذه المجموعات المسلحة أعاثت فسادا في هذا القصر وحفرت بعض أساساته. أيضا عمليات القصف، قصف الطيران سواء المدفعية إلى آخره، التراشقات بين المجموعات المسلحة وقوات التحالف أثرت كثيرا على هذا القصر. فنشاهد أو من يزور الآن، من يزور القصر يرى أن الجدران من الأعلى العلوية فيها تصدعات، فيها انهيارات تحتاج أيضا إلى ترميم وإلى بناء. أيضا هناك شيء آخر، يعني هذا القصر مثل المواقع الأثرية الأخرى، نتيجة عدم وجود تصريف لمياه الأمطار ومياه ري الحدائق ازدادت الرطوبة في أساسات هذه المنشآت الأثرية، منها قصر البنات. هناك رطوبة عالية جدا في الجدران السفلية تحتاج أيضا إلى عمل أثري هندسي يعيد لهذا القصر رونقه وجماله. من المواقع التي طالها أيضا الترميم مسجد المنصور. هذا المسجد الحقيقة أيضا هو الآخر أثناء الحرب تعرض إلى تصدعات، تعرض إلى أعمال سيئة جدا من قبل المسلحين وغير المسلحين من الأهالي. للأسف الشديد الأهالي لهم دور كبير أيضا بعدم الحفاظ على الآثار. فمن يزور الجامع من الداخل ومن الخارج يشاهد الحرائق وغير ذلك. قامت أيضا لجنة الثقافة والآثار بترميم بعض أماكن من هذا السور، خاصة في البرج الشمالي الشرقي، حوار ونقاش لترميم الآثار في هذه المدينة من قبل أيضا منظمات عالمية فرنسية وغيرها. فأكيد منظمات، يعني منظمات العالمية تمد يديها مفتوحة للتعاون، وخاصة فيما يخص الآثار. الآثار يعني بشكل عام عند هذه الأمم وهذه الشعوب مسألة مهمة، لأن الآثار هي تحكي والناطق بالتراث الإنساني والتراث القومي والتراث الوطني.